رجعت للغنى من تاني وانتج لها اول اغنيه رسميه ليها رغم انفصالهم، ودربها على الغنى في الاستوديو وقال لها الدنيا كلها ما تغلاش عليكي وهتبي انجح واحده، وشكلهم رجعوا لبعض. جدل كبير اثاره نجم الجيل تامر حسني وطليقته الفنانه المغربيه بسمة بوسال بعد ما اعلنت عن صدور اول اغنيه ليها بمناسبه عيد ميلادها. المفاجاه ان اغنيتها الجديده كانت من انتاج طليقها تامر حسني، فالظاهر ان الميه بدات ترجع لمجاريها. فيا ترى ايه الحكايه وليه بسمة قررت ترجع الغنى مرة تانية؟ بسمة بوسيل من قبل ما تتعرف على تامر وهي بتحب الغنى وموهوبة في الغنى الطربي، وعشان كده شاركت في برنامج ستار أكاديمي اللي بيكتشف المواهب الغنائية، وقدرت بسمة توصل فيه للنهائيات والجمهور العربي كله بقى عارفها. ولما خرجت بسمة من البرنامج اتعرفت وقتها على تامر في حفلة ليه في المغرب، خاصة ان بسمة كانت معجبة بيه وبتحبه من زمان. ولما حصل ما بينهم كلام اتفقت معاه بسمة انها تيجي على مصر وهيساعدها انها تعمل ألبوم ليها، لكن بسمة وبعد ما حضرت الألبوم وكان خلاص هينزل قررت هي وتامر يتجوزوا. لكن قبل ما بسمة وتامر يتجوزوا تامر اشترط عليها انها تبعد عن الغنى وان الالبوم بتاعها ما ينزلش لانه كان خايف عليها من الوسط الفني، وقال لها انه عايزها ملكة متوجة في بيتها. ووافقت بسمة واشتغلت في حاجات تانية زي مجال التجميل والبشرة وكمان تصميم الازياء، وبعدت تماما عن الغنى لحد ما انفصلت عن تامر. وهنا قررت بسمة تغير كل حياتها وقررت ترجع للغنى مرة تانية علشان تثبت نفسها، ولانها كانت في حالة نفسية صعبة جدا. وفكرت بسمة اول أغنية تغنيها هي أغنية للفنانة اللبنانية هبة توجي مين اللي بيختار، لأن وقتها بسمة كانت في حالة نفسية صعبة بعد الطلاق وتحسنت بعد ما غنت الأغنية في الاستوديو، لكن كان بيحصل لها مشاكل مع الفنانين لأن الأغاني مش ملكها، فبدأت بسمة تفكر تعمل أغاني خاصة بيها. وهنا اتدخل تامر اللي حس إنه عايز يدعم بسمة تحقق اللي هي عايزاه، واتفق معاها ينتج لها أول أغنية ليها. مش بس كده، ده كمان دربها على الأغنية وأهداها الأغنية اللي كان مفروض يغنيها هو. أعلنت بسمة عن إصدار الأغنية يوم 10 مايو بمناسبة عيد ميلادها، وما نسيتش تشكر تامر على تشجيعه ليها وانتاجه للاغنيه، فعلقت على الاغنيه وقالت البدايات اجمل، بص حواليك واسال، اسمعوا اغنيتي الجديده البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، ان شاء الله تعجبكم، مستنيه رايكم. على فكره الاغنيه دي بتاعت تيمو، ولما قلت له ان انا عايز اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني وقال لي طب اول اغنيه ليكي انا هعملها لك، وطلبت منه دي علشان بحبها قوي وما ترددش لحظه انه يديها لي. وفرح تامر بتعليق بسمه وحس انها مقدره مجهوده معاها، وكان فرحان بنجاحها وعلق على كلامها وكتب الدنيا كلها ما تغلاش عليك يا بسوم، الف مليون مبروك، وغنيتيها غنى عظيم بجد، ايوه انا المدرب والمنتج بس احساسك هو الموضوع كله، كل سنه وانت طيبه ويا رب من اليوم ده كل ايامك في نجاح وفرح وانتصارات. شكرا لصناع الاغنيه المؤلف الكبير ايمن بهجت قمر، والملحن الكبير محمد يحيى، والموزع الكبير فهد، ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، ومبروك يا بسوم. ومش بس كده، كمان نشروا كواليس تصوير الاغنيه، فكانت بسمه بتسجل الاغنيه في الاستوديو وتامر كان معاها طول الوقت بيدربها وبيدعمها، وكل ده وهم لسه منفصلين. لكن الجمهور توقع ان تامر وبسمة هيعلنوا قريب عن رجوعهم لبعض خلاص، خاصة بعد ما تامر دعم بسمة في انها تحقق حلم عمرها وتكون مغنية معروفة. فيا ترى تامر وبسمة هيرجعوا لبعض فعلا ولا الاتنين مصممين على الانفصال؟